ليا بارودي، اهلا وسهلا فيك معنا. مسرحية هنا بيروت، بداية خبرينا كيف الاقبال على هالمسرحية؟ والله مثل ما شفتي مددنا يومين ب 8 و9 جاي لانه عملنا 4 عروض وكان الاقبال رائع، يعني حولت المسرحية وكان في ويتنج ليست، فقد ما كان في طلب وقد ما شباب كمان محمسين وعبلهم يكفوا. يا بدنا اكثر من يومين، تنشوف شوي شوي. هلا في احتمال كمان نعملها بغير مناطق كمان في طلب عليها. نعم. فايه يعني عم نكمل قد ما فينا، عم نكمل بهذا الموضوع. يعني برايك الاصداء هالقد كانت ايجابيه، ولا بمجرد ما انه نسمي المسرحيه هنا بيروت هي لحالها كافيه ووافيه انها تجذب اللبنانيين لحتى يقولوا وين بيروت وشو هي بيروت لحتى نرجع نتذكرها؟ هلا هي اكيد لا، لانه بلشت الاصداء تكون ايجابيه من بعد اول عرض ب 13 نيسان اللي عملناه بذكرى الحرب الاهليه. واكيد الاصداء كانت ايجابيه اول شيء من وراء الكاتب والمخرج الرائع يحيى جابر اللي كان ضيفنا واستقبلناه وشرح لنا، وكان عنده خوف حول المسرحيه، يعني كان عنده قلق كبير اول مره يعني بنشوف مخرج كبير مثل الاستاذ يحيى جابر كان عنده قلق حول الاصداء يلي ممكن تتركها هالمسرحيه لانها كانت بتمس الطوائف وموضوع الأديان والاختلافات. أول شيء هيدا بفتكر أول مسرحية بيعملها يحيى جابر مع ممثلين ما بحياتهم ممثلين قبل على خشبة المسرح، و17 ممثل شاب وصبية من أحياء بيروت اللي عم بتعاني بإهمال كتير من قبل الدولة، مثل الطريق الجديدة والخندق الغميق والضاحية وصبرة وغيرها. فأكيد أول شيء القلق إنه هالشباب أول مرة رح يطلعوا خشبة المسرح، بس كانوا رائعين، يعني بيّنوا مواهب فظيعة، بيّنوا قديش عندهم طاقة حتى يقدروا يمثلوا مع إنه أول مرة، بس لأنه عطيناهم الفرصة ومكناهم بطريقة معينة. فأكيد كان في قلق بركي أول شيء من وراء هذا الموضوع، بس كمان المسرحية بتسمي الأشياء بأسمائها مثل ما بنقول، بتحط الإصبع على الجرح وبتحكي عن التصنيف اللي نحنا منواجهه كل يوم بحياتنا، كلنا منفكر فيه، عن الطائفية الموجودة وين ما كان ببلدنا، وكيف كل واحد بيطلع على التاني من منظار طائفي أول مختلف شيء. اختلاف. وهيدا المسرحية كمان هي كترسيس مش بس للممثلين بس للجمهور كمان، حتى ننتبه إنه نحنا كيف بنعامل بعضنا بنطلع على بعض ونقول كفى. بس كمان بفتكر المسرحية نجحت لأنه هي مسرحية أول شيء بتقول هالأمور بس بطريقة خفيفة، ومسرحية كوميدية فيها كتير ضحك، فبتوصل رسالة هيك بطريقة أسلس إذا فينا نقول. أكيد. خلينا نشوف فيديو صغير على المسرحية نرجع نتابع الحديث معك ليا. أنت دمناتي شو الكلة؟ رنزر لا 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 اسمها مدينة كميل شمعون الرياضية. مدينة رياضية طالنا يا عيوني أنت سريع؟ لا هي خالقة حياتك مطار رفيق الحرير الدول. لا مطار بيروت الدول انترناسيونال. إسا شو قلت؟ بيقولوا في انتحالة مرقم هون. خبريه كلها في شين بنشوف بين رياض الصبح وبشارة الخوري اسمها ساحة البراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمها ساحة الشهداء. خيي اسمها داون داون الدي دي. مثل ما ذكرتي ليا المسرحية هي بتمس الاختلافات ولكن بأسلوب كوميدي، قدينا يعني قدي فعلا عرفتوا اخترتوا انه الأسلوب الكوميدي هو يلي بيوصل الرسالة، لأنه نحن لمسنا من أستاذ جابر الخوف لما كان كمان بفترة الريهرسلز، يعني بالباكستيج أو بالريهرسلز كان عم بيحس انه التلاميذ لما عم تثار الكلمات مثل ما هي، لما عم بتكون الأمور مثل ما هي، كان عم بيشوف انه في اختلافات وعم بيكون في شوية حساسيات بين التلاميذ أو الممثلين يلي عم بيشتغلوا كانوا بالمسرحية. هل هيدا العمل برأيك قدر عالج أو قدر خلى الممثلين والجمهور يتخطوا أو يقفزوا فوق هالحاجز يلي هو بيمنعه أنه يشوف الآخر ويحترمه ويعتبره أنه هو جزء لا يتجزأ من المجتمع يلي نحن عم نعيش فيه؟ أكيد هيدا هو هدف العمل أول شيء. وأنا بعتبر أنه في هيك بداية التمارين كانت بركة فيها شوية تشنج، بس أنا اليوم نشوفهم للشباب كيف بيحكوا وبيمزحوا بين بعض وصاروا عائلة واحدة وبيشوفوا بعض برات التمارين يعني وبرات المسرحية، فهيدا أنا لإلي هيدا أوريدي أحلى شيء. والشغلة الثانية اللي أحلى شيء فيها أنه هن كيف بيبينوا على المسرح والأداء يلي قدروا عطوه،
عن جد كأنه ممثلين محترفين يعني. وهيدا الشيء كمان، بس القلق ما بيجي من هيك، القلق بيجي لما واحد يكون بيرفكشنست يعني، انه هالقد بحب الكمال، ايه هالقد بدك انه المشروع ينجح على الاخر تماما. سو كلنا كان عندنا قلق من قبل الجمهور، من كيف بده يصير، بس كيف نطرح المواضيع. ايه بس بفتكر بالعكس يعني العالم كلها تقبلتها بطريقه يعني، نجحت الرساله ووصلت، نجحت ووصلت وكثرت. ليا خلينا نحكي عن طرابلس، لانه بنعرف انه حضوركم بهالمدينه هو حضور قوي جدا. هلا السبت الماضي ب 29 الشهر الماضي اختتمنا، عملنا مهرجان سوق باب الذهب اللي هو كان كناية عن شغل لأربعة أشهر جمعنا فيه من بعد ما عملنا مسرحية بطرابلس كمان قبل، ومن بعد افتتحنا القهوة السقفية على خط التماس بين المنطقتين، قررنا نكبر هيدا المشروع وجمعنا فوق 100 شاب وصبية، دربناهم على الكهرباء للشباب، على التلييس، على كل الأعمال الورش يعني، وللصبايا دربناهم على الجرافيك ديزاين، ومع بعضهم شباب من المنطقتين اشتغلوا على ترميم فوق 100 محل على خط التماس اللي هو كان خط التماس، هو شارع سوريا وشارع المهاجرين. كتير من هالشباب كانوا يشاركوا بالمعارك، فكانوا عم يشاركوا اليوم بإعادة أعمار شيء اللي هن بركي شاركوا بدمار بمرحلة معينة، وحبينا نحتفل بهذا الشيء. فكان الشارع مشات، وكان في نشاطات ثقافية وفنية وفرح، شارع كان لكتير زمان وللأسف كان بس مرتبط بالمعارك وبالتطرف وبالنزاع. هذا أكيد قد ايه مدينة طرابلس وشعبها بيحبوا الحياة. أكيد 100% وشعب طيب، بس بده فرصة، بده الدولة تطلع فيه كمان، بده بس فرصة لمستقبل أفضل أنا صح. برأيي، وهيدا أكيد الجمعيات مثلنا تعمل دور صغير، بس الدور الأساسي هو لازم يكون للدولة. مثل ما ذكرت إذا أعطيناه فرصة هو مثال للتعايش المشترك. أكيد. حشوف سوا أجواء لسادة باب الذهب وبنتابع. يعطيكم ألف عافية ليا، عم بتحضروا لشي جديد هلا قريبا؟ ايه هلا عم نشتغل كمان بمنطقة تانية أول شي اللي هي منطقة عكار، وعم نحضر لمسرحية جديدة كمان هونيك مع شباب وصبايا كمان كتير موهوبين، بس كمان بمنطقة فيها أهمال كتير كبير اللي هو هيدا تركيزنا الأساسي. وأكيد بطرابلس نالراد كمان رح نكفي يعني، هلا رح نكفي بترميم محلات زيادة، فهلا اجينا الف عافيه، فالشباب محمسين يرجعوا يكفوا بالشغل. ونشاطاتنا بالقهوه بعدها مستمره يعني، اللي بحب يتعلم شو ما كان خصو بالفن، بالثقافه، الراب، الموسيقى. يعني يعطيكم الف عافيه. عفوا، ولمزيد من النجاح ليا بارود اهلا وسهلا فيك. ميرسي، ثانك يو. معنا ميرسي كثير.